حنان فيصول، انا بالنسبه لي الموضوع هذا خط احمر، معناها نقول الام هي شكون باش يدخلني لجنه امي. بون باش ما نكذبش عليكم، باش كنت صادقه كنحاول انا ما تصيرش عداوات، اما كان صارت عداوات ولحمت بالضبط معناها وخويلت بين امي او زوجي، ساختار امي. صحيح. امي لحظه انت قلت امك بيل، انت يلزم تفهم اللي راه كيف تعرس راو انت تخرج من كلفة امك وراجلك هو اللي يكون سبب باش يدخلك الجنة. ليش دخلك فيه؟ ما عندي فيها حتى دخل، لكن انا براس مينتك ايش دخلك فيه؟ لا يا اخوي دخلني فيها، انا مش دخلي فيها هي، انا دخلي في رايها. ايه واضح رايها هي يخص بس شعبي. لحظة بعد اذنك اقول كلمة. لا سامحني بابا، الام هي اللي دخل الجنة. لا يا حنين يا شفتي ما تغلطش يا مرأة، لا تخت ارجوك، المرأة كيف تتزوج تخرج من كلفة امها وابوها، اما تقعد الجنة وتخرج، والراجل هو اللي يدخلها الجنة يرحم والديك. صحيت بطاعة زوجها. صحيت وباه باه وسامحني بربي خليني نضيع خليني نذكر في حاجة برك. لحظة مش نجيك من شروط دخول الجنة للمرأة إن أنها تطيع زوجها. واضح ولا؟ معناها أنا نبطل من أمي لو سمحت. يا حنين لا لأني قلت لك أنا أعطيتك رأيي في الموضوع اللي حكيت فيه. شنو نعمل يا قدر؟ قولي شنو نعمل؟ والله شنو تعمل؟ باهي ليكيليبر.